هناك تقرير أيضا سيبث الآن في هذا الخصوص، نتابع التقرير معا ونعود، خليكم معنا. يعد الأردن من أكثر الدول تأثراً بالتغيرات المناخية، وخصوصاً بعد التراجع والتذبذب الكبير في أنماط الهطول المطري والتراجع الملموس في توزيعه، وخصوصاً على المناطق الغربية، وتراجع نسبته في المناطق الشرقية والجنوبية إلى 30%. أكثر من 90% من أراضي الأردن ينخفض فيها الهطول المطري عن 200 ملم سنوياً، ومعدل سقوط الأمطار طويل الأمد يبلغ نحو 95 ملم سنوياً، فالأراضي الصحراوية الجافة تشكل نحو 38% من مساحة البلاد في وقت تتزايد فيه الاحتياجات لمختلف الاستخدامات عام بعد آخر، وبخاصة بعد موجات اللجوء وآخرها أزمة اللجوء السوري، إذ أن الأردن يحتاج إلى نحو 1.4 مليار متر مكعب سنويا، بينما لديه عجز يصل إلى نحو 500 مليون متر مكعب سنويا. من الآثار المترتبة على ظاهرة التغير المناخي، إذ أن ازدياد شدة الهطول الناتجة عن ازدياد التبخر وزيادة الرطوبة الجوية ستزيد من انجراف التربة، وهذا سيؤدي إلى التصحر، وكما تعلمون منطقتنا تعاني من التصحر أصلا، فهذا سيزيد من الأراضي الصحراوية والذي يقلل من المساحات المزروعة. وكما تعلمون ازدياد اللجوء في الأردن وخاصة اللجوء السوري يتطلب المزيد من الغذاء، وهذا لن يتوفر إلا بالمعالجة السليمة والدراسات السليمة لزيادة الرقعة الزراعية. ثانيا، من الآثار المترتبة على التغير المناخي الفيضانات، وكذلك الجفاف السدود في موسم الصيف، إذ أن الأردن كما تعلمون يعاني من ازدياد الطلب على المياه نتيجة للجوء السوري، وهذا سيؤدي إلى ازدياد الطلب على المياه. اتخاذ إجراءات حقيقية على الأرض لمواجهة التغيرات المناخية ورفع مستوى الاستعداد للأضرار التي يمكن أن تنتج عنها الجفاف والتصحر وفقدان أنواع كثيرة من الأشجار والنباتات والأعشاب، بالإضافة إلى هجرة الحيوانات والطيور والفيضانات، ويجب أن يكون في مقدمة الأولويات لمواجهة هذه المتغيرات. وهذا الشيء يتطلب منا الآن أن نتعامل مع أزمة على هذا المستوى، بحيث توضع الاستراتيجيات الخطط لكي نكون قادرين ليست كدولة واحدة بل مجموعة الدول التي يمكن أن تتأثر بهذه الظواهر، بأن تكون يدا واحدة في مواجهة مثل هكذا أزمات. اليوم أصبح لدينا ضرورة أن نجد التشريعات الملائمة التي تمنع أي شخص من العبث أو افتعال الحرائق أو حتى الإهمال اللي إحنا بنشوفه في بعض الأراضي اللي بتركوها أصحابها بور، بحيث إنه ممكن تكون سبباً لهذه الحرائق. بنفس الوقت لابد أن من صانع القرار أن يولي انتباهاً شديداً إلى البنية التحتية، لأنها هي العمدة الرئيسية على المقدرة على استيعاب ما يمكن أن ينزل من أمطار أو يهطل من أمطار في فصل الشتاء، بحيث لا نرى هذه الفيضانات التي لم نكن نراها بالسابق. إذن نحن بحاجة إلى أن تكون لدينا قرارات جريئة وخطوات جريئة، ليست على مستوى الفرد ولا على مستوى الجماعة ولا على مستوى الدولة، بل على مستوى مجموعة الدول التي تتأثر بهذه الظواهر، والتي لا بد لها أن تتكاتف وتتعاضد على مستوى صناع القرار، على مستوى العلماء، على مستوى الباحثين، وحتى على مستوى المواطنين فيها، لكي نتفادى هذه الأضرار إلى الحد الأدنى الذي يجعلنا قادرين على أن نتعايش مع هذه الظواهر، بل قد نكون قادرين على أن نسخر بعض هذه المحن لتصبح منح، بحيث الاستفادة من كميات هطول الأمطار، تعبئة السدود، عمليات جني أو الحصاد المائي وما شابه.
التأثيرات انعكست سلباً على القطاع الزراعي والذي بات يعاني نقص مياه الري وتأخر المواسم الزراعية وتداخلها وآثار ذلك على تدني أسعار البيع. هناك تأثيرات سلبية انعكست على القطاع الزراعي الأردني من حيث شح المياه وبالتالي تأخر في المواسم الزراعية وتداخل في هذه المواسم الزراعية وزيادة كلف الإنتاج أدت إلى قلة وتدني الأسعار وبالتالي انعكس سلبا على المزارع الأردني وعلى الوضع الاقتصادي بشكل عام. اليوم احنا بنطالب التوجه إلى ما يسمى بالحصاد المائي وأيضا قيام الدول الغنية بالتزاماتها وإيفائها بهذه الالتزامات تجاه الدول النامية للتكيف مع التغيرات المناخية العالمية. الأردن يتمتع بتضاريس جغرافية مميزة وتنوع حيوي فريد وبيئة استثمارية خصبة ويتبنى سياسة تصميم وتنفيذ المشاريع الكبرى والتي من شأنها تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المحلية وهو الأمر الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة والتي تعزز بدورها أمن واستقرار المجتمعات.